صباح الخير، شلونكم أصدقائي؟ إن شاء الله الجميع بخير وعافية. أخيراً أخيراً تم رجوع الجيم، انفتح الجيم الحمد لله، رجعت الحياة الطبيعية أو شبه طبيعية خلينا نقول، وإن شاء الله يا رب فتحة خير، إن شاء الله يا رب الوضع يتعدل وترجع الأمور مثل ما قبل، مثل ما كنا قبل. وهاي طبعاً صار يمكن ثالث مرة يسد الجو ونرجع له، الحمد لله على كل حال. رجعت لكم التصوير، طبعاً ما خلاني أخذ راحتي التصوير قبل شوية ما صورت المسبح، كنت أريد أصور المسبح وأصور الأجواء. الحارس طبعاً من بعيد سيكوريتي صح علي ممنوع تصوير كذا. طبعاً هذا الحال بكل مكان، هذا حال الدول العربية. سبحان الله ما أعرف ليش يعني كل شيء عندهم ممنوع، يعني تروح الأسواق تري صور بمول تصور يقول لك ممنوع، تروح محل عطور تري صور مثل محل مرات صور عطور يقول لي ممنوع صور العطور، أقول له ليش؟ سرقة بمن صار الدولة يعني عطر ليش ممنوع صوره؟ ما أعرف. ونفس الشيء حاليا بالمسبح أريد أصور الأجواء الحلوة وأصور الناس شلون رجعت وشلون الناس يعني مستمتعة وأجواء حلوة. من بعيد شفته يجي علي ويقول لي ممنوع، حتى ما خلاني بصراحة أخذ راحتي. على العموم نسيت يعني أقول لكم إنه أنا جيم مدينة الحسين للشباب، وهذا حالياً الجيم الرياضي. طبعاً نظفوا الأمور، منظفين ومعدلين ومرجعين الأمور مثل ما كانت، مجهزين الجيم والله ما شاء الله عليهم، يعني منظفين جيم تنظيف حلو ومجهزين لاستقبال المشتركين. حابب اكملكم التصوير لان اجاني قبل شويه الكابتن، لان سالت على باسورد الانترنت الظاهر مغيري، عندي فصل. الجيم فارق طبعا كالعاده الصبح، يعني يكون اثنين كافة كبار بالعمر كلهم يجون، وهاي أجواءنا زين. إن شاء الله راح أبلش تمرين، إن شاء الله تكون الأمور زينة. هذا المسبح إن شاء الله الأمور تكون مثل الأول، أقدر أرجع لياقتي، أرجع لنشاطي. بصراحة وزني زاد إذا شفته بالتصوير قبل شوية على رمضان وعلى ترك التمرين والقعدة، ووزني زاد حوالي 5 كيلوات تشوفون بالتصوير. هاي البطن عندي صار عندي كرش، هذا كرش عندي، رجع كرش أواصر نفس الشيء، يعني ما أعرف إذا واضحة. إن شاء الله ألتزم بالتمرين وألتزم إن شاء الله بالنظام أكل. الحمد لله على كل حال، واحد اهم شيء السلامه. طبعا تشدد بالاجراءات، ما دخلونا الابرز شهاده التلقيح، اللقاح التطعيم اللي يشوفون الشهاده يلا يدخلونا، سحبناها على اوراق سحبناها. وكل مكان راح يصير تقريبا هذا الشيء، راح يصير هذا الشيء تقريبا كل مكان، ما يدخلون اي مكان اذا ما عندك انت شهاده المطعوم او اللقاح. هاي أجواء الجيم، هذا اللي حبيت أشاركه وياكم. أروح أتمرن، مع السلامة حبايبي.